ستي العزيزة. سيبتي العزيزة من يوم ما دقت على بابي قابلت زح منها صوابي قولوا لي يا شلامي يا صحابي. سيبتي العزيزة سيبتي شوف تعديت تقول عليها ما راتنيش جمله واحده. بص بص على الجاي ريت يا حاج لريت حرت حرت وحارد ليلي نورمال يا حياتي. لو كنت تخليني نروح نهضر معاها هذاك تشوفي كيفاش نسقم لها راسها. اش باش تسقم يا وخيتي؟ ما تعرفش انت امي كتب صحيح. نعرف هي ماك وعلى يا حياتي بصح الفوبيو باش نروح نحكي معاها عادي. زيني ما حكيت وما كسرت راسي. قتلك منجي تبدل لي ظهر تبدل خدم نص نهار في القهوة وعمر كونجي. أيوا الله العظيم الرحمن الرحيم إن شاء الله خير. ها سي المنجي إيش بيك لاباس؟ يا حبيبي يا حشرة ما عندكمش الشرط. واش صار يا منجي حضرك خلعتني يا شخلول؟ تعرفي احكي لها على جو فر ما عندوش وين تدري يا بنتي ما أنفخش منه. إيه واش دار؟ واش دار؟ فما واحد زقل لي حاب يقول لي يا أخي حالة جون عمل لك أشدو طوف وعطى بدماغ. جات لك الاربعه بابوشا يعمل هكا. شفت شنطه منه قالوا حيدي لنا. ازول وش راكم؟ ازولي ازول يا ميا ازول منجي تعرف يا حزينه فكرني قاعد اشوف في صغري. اش بدكم تضحكوا؟ جينا نحمد في ربي ايام اليوم مانيش مع حلزون ما كانش ورحمه تقول العجوز غلط تطيح له. تعرف يا ميا لعبت الحقيره في اللي قدامك يا بنتي ما كانوش عايتوا لي المنجي كانوا عايتوا لي المنجي كارت. كيف ندخل الحومة وانا ملك نطل من راس النهج يا سيدي الاوليد الكل يبداو شادين تحت الحيطان نتعدوا النفس طالع هابط كلمه يا سيدي ما عندي ما نزيد عليك نهار من نهارك ثم زوج على ثنيه حبوا يبوظوا على بنت نجاح يا خويا انا نقدم ونعمل هكا ونعطي الاولاني بالقصر يطلع فوق ويجي على راسه فين انا قدمت راسه قدر هكا هو جاب شعتيني بونيا وانا عملت هكا رخيت بيه. يا حبيبي كمد بوجه مازال كم كنفرك كنفرة قاعدك في الكوستيم أول مرة نشوف واحد يعرس بكوستيم أخضر واش ياخذ بقرت طمع فيها بالحشيش هادي شو مداخلك فيه ناخذ بقرة ولا حتى مع زمالتي اختاني يا خويا اختاني وملصني سيدي سيبني سيدي خذ اللي تحب هم كرتينا تشوف المرأة مش نخذها نحلة عسل أصل هكا العينين هكا الخدود هكا ياخذ كلام إن شاء الله برد قاعد برد قاعد نحي كسير بيت نحي حق راه ما تغشش منك نا كيفاش ما تناديناش ناخذ باي من هكا الزنقة ولا الزقر لا يا أخي بس هذا في زردة تاخذ باي. ايه يا طفل يا جبل يا أخي تفشت ولا ما تفشتش؟ لا لا مازلت ما تفشتش فشت فشت أخي أنا جاي كان ما تفشتش تو نسخن ليك كريد هندي لا لا مش هندي كريد بصل اداني به ضميد أخيتي خندوح سنا لا 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 راهو البصل باه كل ما هو حاجة سخن سخن تشاور فيه الله مبارك حق على ذاك البصل أمو خاتي ناس هاك البركوكش متاعك قديش عندي عليه هذا اللي بيك الغالي وانا بيها واطلب بعير الخيس
انت غير تشاه بارك وني راسي سن اطفل جبال العشوة تجيب لينا ملاز وقيل انا هو راسي بشي سد واش قلت اطفل انا قلت لهم بارك اخي قلت لهم بارك هاي بيه تو سمحوني مش نمشي نداني لاسك براس في القهوة نجي هاي هاي برا ربي يجيبك في الصوار بارك تسيدي بو عبعي واش الحال زون تحب تقول حاجة لا لا شي شي كل شيء تقول حاجة قول أسي هيا برا ترى أخت ولد عمتك هو من غير عند ربي يقول عليه هك تقول ليه أنت قول واش تقول إيه إيه يا طفل الجبال وين ماشي استنى ساعة كمل ليك بالبصل هاجل كرادي غراي مخطر ياسر ياسر أتاسيو هي كلام كان قعدنا حيين خميسة بنتي يذكرها بالخير تلفو قصطح زلقت وانا به جت عراس كير دخت قعدت ستة ولا هم 12 يوم ومكوخ رقلاص جيت تكلم ترق ذيك عليه سرية طايحة على راسها ايه واش قلت اطفل لا لا حد شي اخويت حد شي عاد عذك الراس خميس ماذا بيتي الجمع كيما عندي تو نطيب ليك كوسكسي براس خميس لا لا مش براس خميس اللطف عبني كوسكسي بالراس هيك تشوفوا ليدي في الدنيا خايضة خلاص والهيك في كل بقعة حتى نوم ما صبتش لا في فرار لا في بري وقيل العائلة كل طايحة على راسها ويا تفضل ان شاء الله بالشفاء اسف مشني الحوايج ماشي الخدمة خويا لكس لكس يسلم السيكو سيكو ربي بقى لي صدر ربي ان شاء الله يكون في العون يا اخويا اين وينك خاي ها ولا سل الحال يا 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 بالحرام كان عسل زعتر اصل يا فيه يا فيه نتكلم فيك راه شنو ويزيني اخويا انت صندوقك تلعب في خدمتك حاضر يا سيدي باهي عسلامة لنا مرحبا نجيب لك حاجة الله يسلمك أنا خيم فوق العامة ربي يخليك حاضر صح قرعة هذه ما تطلع كانت زيرية من زيريات الغامة عليها من المنزل لا ما كانت اللي غاب غاب سام غاب يا فارة لعبي قط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نعرفك بروحي نرفهم كميرش رجل عمال نمر واحد الله يبارك زار مدام حياة وصاحب المنزل بروح وما نيش مرتبة مرحبا بك يا يسي الفاهم أنا مايا نتشرف وخايتي قلت نحن مدام جيران بي وصع السبع جار ميرسي يسي الفاهم متشرفين عايشك طيب خليك لا تخدم على روحك ومشروبك الكل خالص من عندنا صحيح عايشك سي جونتي المهم ماشي واحد جي فيه الغلال الكل وفيه اللوز والشوكولاتة الماز مازال معي ليه يا سيدي حاج نحلة يا نحلة يا نحلة مايا مايا من الجزائر خلت ليا قلبي حائر معايا بالحرام الواحد ياكل غنجاية أصلا سمعتني يا منجية اصحى وحل عينك تمشيش تبرولك بكلمتين وتصلبك على راسك تعال عيفة معايا انت يا بنتي ما عندك كان رجل رو منجي الكلمة هذه بالذات ما عادش تعودها هيا برا في ساعة نستنى فيك يا حبيبي يا حيد افزعتني رو وانت اش تعمل قدام الباب قدام الباب هيك في بالي جيت باش نطلع عليك يا حيوتا سوا الحمد لله وحشونا لاباسه لاباس علي يا بيك يا حبيبي ديما تخبي راسها وتخليني انا في مدفع يا ربي
واه واه. هاي تفركس على حاجه؟ هاي الفريجي دار فارغه يا اخي. امي ما وصلتكش على القضيه؟ القضيه يا حبيبي يا صنعتي ما على بالكش باش على البالي. الله يسمعنا الخير. حيوتا ما في ما سي قررت باش تكتشفوني. اما في بلاصه المرويح باش تعمل اضراب جوع. نعم اضراب جوع بالله طلع. هي تعرف الحقيقه حيوتا قالت نزيدو نهارين ولا فلافه فماشي ما هديك ربي ما كانش نمشيو لصفاقس ومن هنا للغادي باش تعمل اضراب. هيا بي ربي يعمل دليل يا منجي. خليها تقعد هكاك اتوت جوع وتولي تاكل. انا الشونتاج ما نحبوش. تحدينا كيفك راهو تعرف يا حيوتا ورحمه بويا العزيز الغالي وما عندك علاش تحلفني. انا قلت لها يا فطيمه نعملوا اضراب حضاري كما يعملوا شبابنا كي نعملوا هذيك البوند الحمراء عرفتها؟ قلت لي لا لا ابدا نعملوا. معناها انت سي الشباب عامل اضراب معاها زادا؟ وليش تبني نعمل انا نخليها وحدها؟ ايوا يكملوا عملوا لي نقابه عاد في الدار مش خيره؟ يا حبيبي زعما وين مشي هذي؟ يا فطيمة جري لي. ها قتلها ستور اصدر. تعرف يا فطيمة انا تعال الكوجينة ولقيتها واقفة بحبل في الجدار. ايه ومن بعد؟ من بعد ايش انا قربت لها وهي حاطة الفريجدير قلت لها توجع على حاجة حيوتها. وبعد يا منجي تكلم. يعني الحصيلو عفست على قلبي ما تعرفين حبينا حيوتها يا منجي عامل عليا بالعاني تكلم يا ولدي. يعني الحصيلو قلت لها راني انا وفطيمة عاملين افراب جوا. يا اخي غزلت هكا وقمت تضحك. تضحك؟ ما قالت شيء اخر؟ ما قالت شيء. تعرف ورحمه بويا العزيز الغالي تقولش عليا. قلت لها راني مش نمشي نرقد. بعد ايش يا فطيمه تلفتت لي قالت لي كملوا عملوا لي نقابه في الدار هوني خير كملوا. ايه شنو الاخر؟ شنو الاخر؟ بعد ايش هي عملت هكا خرجت من الكوجين وخرجت لوسط الدار. انا شديت جرتها تلفتت لي وعملت هكا خرجت من الدار. خرجت من الدار؟ اه وين مشيت؟ يا فطيمه ورحمه بويا العزيز الغالي كان جيت نعرف لنكب عليك. ما تعرفني يا يمي تطلعش مشيت المحامي. انا محامي راس الحل تمشي له بحوايج الدار. فهمتك. تعرف يا منجي يا فطيمه ابعد لا نعرف حتى شيء جاي جدا. يا منجي اسكت وخليني نكمل نتكلم. نحبك تو تعبت دخلت في جروتها وتجيب لي الخبر. فهمتك يا فطيمه معناها انت تحبني نتجوسس عليها. يا بنتي ما عندك كان رجالتها لنا راني تو مش منجيهم. يا يمي هنا راني جات شويه باش نمشي الكوزينه ندمق ما دام هي ماشي هوني بالسرقه. بعد ايش نجيب لك امور هالكل تهنا؟ يا ناري عليك يا فطيمه ما نحرش. كل ما يقول لي ما عندك كان رجال نحس قلبي يتقبض. قرب اسيدي قرب هز ليك سياب وليلى اشري البيه ونبيه وقليله اشري البريمه الشاديه وحليمه هز ليك ساس. هيا ترا شدنا طفلنا شبال هانو كويس تي بريم يوم فيه العود. ليه باش يوم فيه العود وقيل طيح الظن اخلاق. ربي ان شاء الله يقدر الخير خويتي. هذاك كويس الروح للروح وهل زد نيت لك فيه افتراض خل وعرف حين حين وانا بيه اللي ضاق بيه الحين. هاي اشرب اشرب هاي بالشفاء وين هني هاي ايش بيكس هاي هيا منيح مالك عجب هاو توزيت ليك بريري دوخ مدام انت ملتك نغزيل جابت لي قضية البركوكس. هاي اخايك شهي بريري دوخ لا وقيل مش يطيح الظناظ هاي يبرك جميل اصلا. بابا 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 وراك مش راح راح يا ابني لا روح لا روح. اسمعني في مهمة سرية للغاية نحرسني على جون مريت حي تختوي مشيت حي خش الدم القهوة يا حبيبي دخلت الغادي اش تعمل؟ وقيله طلبه شيشة مجورك مش عندها الدنيا المنجي ما تلقاها تتحاسب يوم المنظر. يا بيبي زعما هاي جت سيدي عسلمة ببوشة. سلمك خيتي شو أخبار الخميسة؟ والله الحمد لله يعجل هذاك حد البس
باللي كان طليت عليها تسلم عليها برشا برشا برشا. قلها قتلك حيات قدرة ربي نهيرات ونطلوا عليك. يا بلا غلل. نعرف زين. نعرف زين مبروك. مونجي. يا مونجي. هو أنا يا جبل. قلت الزربي ليه كويس تي يغسل بيه راسه. لا 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 مش يغسل بيه يوقظ بيه راسه. اسمع يا حلزون. يا في زعمة حيات فقد بيه هوني. لا 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 ما ظنيتش. انت اخويا ليش مدرج عليه وجهك؟ اه بين يا حشبك ما تفهمش يا اخي ما قلتلكش المهمة سرية هنا. احكم احكم. يا خالتي جماعة يا اخي ما كاستي اخبر. لا 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 مش واخضر اصفر. لا لا مش واصفر احمر. وكتاب في حقه يولي اسود اصعد منه يمشي في عظام عظامك. اصرب اصرب المنجي كاستي هايل بالذي لا اله الا هو تصبوا منه ظلت تفركس على راسك من الهواء. يا رحمة بوي العجل الغالي تقولش عليه تطراني يابا. اصرب اطفال كيتناها كيتنا رجالة كيدكم كاستي. لا لا مانيش راجل انا. وياشي قلتك يا خالتي جمعة برجولية الكاستي هبا عالمي. هي مالك يا عالمي اصرب. يا ربي معايا. هيا بلا نخليكم هنا باش فلاك سي المنجي. ايه ايه انت باه جبت الباه اتاسيو رد بالك تنسى ليا قضية البركوكس خايك شهي. باهي باهي يا خالتي. اسمع يا خالتي جماعة يا اخي شنو البركوكس نسمع فيك تحكي عليه؟ كيتناها كيتنا صار انت ما تعرفش البركوكس؟ ايوا عاد نعرفوا انت. باهي ولدي تو مالا في الليل وانا باه نبعث ليك شقايل تم مضرب منه لين تقرس الحصيل. وشني رايك في التي؟ التي هما؟ يقتل يقتل يا خوتي جماعة. هما مليح نزل نزل عود كل صبح توقع لي هنا انطيب ليك كويس. كل صبحة؟ هي وكاش تهي الراح العشوة ثانا تو انا بها نركب ليك بريريت. اي بي بي اي فيلم انا خوتي جماعة باي باي. اقعد خير والله لا صار مادام وانا بها عجبك التي اقعد اضرب كويس اخرى وعاد قريب يصيب. لا لا مش يسيب الطيب. يا بين يا كل جرتك يا طيبة. هاي هاو شيك. اوكي طنطا يرحم بابك. ها ها بيان سور درت ديكلاراسيون تاعي نورمال. وهي دارت كاستينغ تاعها. ايه قالوا لها نورمالمون دون اون سيمين يرجعوا لها لا ريبونس. داكور طنطا تشاو. هاي عزيزيان يجيك. مايا انا عم هجلة. اسمع هذا وين كنت نهضر مع باباك راه جاي من باريس. واو جاي نورمالمون باسكو سقساني على لادريس تاع الدار وتوحشك بزاف. انا تاني توحشته بزاف بزاف. يقولي لي يا ستوتا واش كنتي ديري في القهوه؟ واش عندي ندير كونيكتي. شفت واش صاير في البلاد. حكيت مع اصحابي سيتو هذا ما كان. هجلة خير مدام بابا راه جاي بروفيتي لوكازيون نقول له اديني نعيش معاه. شبيك مايا واش صار؟ اونتخ نو شي با دي تو اليز. انا ماراكيش اليز؟ واش من مايا كيفاش ماراكيش اليز؟ رانا نورمال. هاس المنظر هيجا هز القش متاعك خذ فلوس. الله يبارك يا سلفام هاني جيتك. تفضل اخذ. شنو هذا 50 دينار جمله؟ واش 50 دينار مش فلوس؟ لعل بقلاوه. يمني باش نجيب الصرف انا تو. هاتجي خليها نهار نهارين اخرين تو تخلص. انا بصاحب الفايده. البس المنزي واش الوهله ولا الامان هذا؟ بر 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 جيب شيش وكستي بالبندق للمعلم. شوف في الزر مكني شوف اسمع هو مش شوف فيها باخذ كوجي ولا عم الضرب معناتها مسايب الماء البتي يا خالد برد لها بخدتك. الله يبارك يا سلمانجي. ايش يا سلمانجي ما تخدمش اليوم؟ عم الضرب اليوم فهمت ولا لا؟ نهار مغلل اضراب. ليش ما قلتليش اللي عملت معك؟ سهلنا اليوم ما نخدمش لا شيء. بالله اختوني انت يا اختي شخصيتي نحبه من الفرابيتا. انت ما طيب كابريتيلي ما حييت باش تعطيني فلوس من قلبي المشروع. فلوس لازم للمشروع يا حبيبي.
بس لازم المشروع بلا باش نحلوا المشروع قبقبيه اسرائي كسل منجي كان نعطيك قرض تحل بيه المشروع وترجعه لي بالتنقيص المريح انت قاعد شايفين انت باش تعطيني قرض ايه هي عليا نشتري في الميت حقا المنجي ملا ما يا اخي يا اخي وين رايت وين رايت مزيت غير خارج جبت معاه كازليله كذاك وبدات تكتب به كازليله تعرفوا فيما وراح من بولي الا فهمت كيفاش انا وياك عندنا فرق بتاع مش عارف اي 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 بابا شو من شو ملا نحلى كحلى يا حبيبي يا حاضر ترجعت اهلا مرحبا هكا اضرب المنجي ثلاثه نحلات على قلبه انا ما يسيبني كان نلسع جيت راو سألت عليك السايت قال لي ما مشغول ما جايش سألت عليك تعرف السنان كل حرفة بيجيبوا كم برزيم مرحبا بكل الله مرحبا مرحبا اي تفضل 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 بس بس المنظر كم اللي فيدك ويجي نحشي بيك سلعة كريمة يا كريمة وراقد فن مش حاجة من روحك لتو زدت قصد بيه كوستيم ردخل نحيك هيت نحيك قال لك كوستيم طرز بالويد تميع مش حتى عشاليه شهذي ريحة البصل حرام قلش عليك مرمس عسليمة يسلمك الله يسلمك عايش حالك الحمد لله الحمد لله نورتينا نورتينا نورت الحوم الكل نورتينا راح جايس الحلزون من هي الاسكة ذي تعرفها مشكت بزيت قدام البيت هاي مراه جاي لها رحسون مش مدني ليه سلمة تنسبها لا كان حبيت حالك ما كل شي الناس يا العالم طفي الضوء حاجتين الحاجة الأولى روح رمضان ما تخافيش المرأة هربة منك الحاجة الثانية لا ريسة بالشامبو تنسياس الحلزون زير الجاي عندك نهار مغيب وراك أطفال ما زلت هنا أي تراطير جيب لنا قضية بركوكش خليني نتقمص إيه يا إيه أطفال الفهم تقرأ يتعسلها إيه إيه انت بيه جبت البيه حاجتي زود في الزهور وماذا بيتي لحمات كبار وانا بيه دانوش قايله للجوارين الفوق خامس حاجه ما تنساش ثاني الكاكاوي باش في الليل نداني ليك كويس انت عتيك بيه وقيل عجبك عجبك ولا ما عجبك اي اي عجبني كيفي عجبني كيفي هيا تبرم لا 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 وقيل ما عجبوش نار هنا على الرجيل كيس تاي داني فيهم دحس إيه يا رحمك يا باي كان ما يفطرش على الأخوة خلاص اللهم وانا بيها يضرب ليها ثلاثة أربعة براريد تي وشتربك وحلوز وبعد يجي الفطور تبرم لي أنا مش ببوشة أنا والحلزونة أنا أنا النحلة أنا سيكو سيكو أهلا بصاحبي في عيب العزيز الغالي أهلا بالمج واش عين الشيخ جد في الشحمة شحمة شينا شحمة يا ودي صعب فاهم مجرد علاقة بريئة لا أكثر ولا أقل تعرف والله سخفتني بنية زوالية كيما ما عند أحد زوالية؟ هذي كنت بعدها مشيت تاخذ دار في تركان افهم المنجي ما زوالي كان ناو أنت أخي تعرف صعب فاهم فاهم عندك الحق والله أسمع يا صعب فاهم صعب فاهم يا أخي مش قلت أنت بتسلفني فلوس باش أنا نحل المشروع متاعي مشروع واش؟ ناكل تنسلفك يا حبيبي يا شو كيسك؟ الساعة داخل في القهوة مش قلت باش نسلفك صحيح صحيح وانت قديش تحب سلمانش والله يا صاحبي فيه مش حاجة كبيرة حاجتي يا بابا بمئة دينار مئة دينار تدخلش علي المنجي ثم تو مشروع في الوقت هذا بمئة دينار يا صاحبي ما هو مش الفلوس الكل انت المشروع يا مومه تسبقى تسبقى بيه بيه غالي والطلب رخيص وخير يا ودي وحدك يا صاحبي هيطلع بيهم ايه واش لا طلعت لعبتك هكاك انا نسلفك ما هو لازم شروط شروط شنية؟ يا اخي مش مالين البنك العالمي انتي توا فاهمة هادي لا بنك لا جراي هكاك نعطيك فلوسي ما هو لازم جارانتي
جرانتي هلا واش تو المشروع كما ينجحش نقعد نحنكي حوش كيفاش نضمن على فليسيت؟ عندك حاجه الدرهم؟ عندي حاجه الدرهم كاين شي فطيمه ما لا سمعني المرش الصحبة الصحبة والكوميرس كوميرس أخي كان عندك حاجة ضمن ولا عندك كمبيليتك تصححهم مرحبا ما كاش إلا حالة لربت يا ولدي غلطي أنا اللي طبع فيك أنت رحمة بويا العزيز الغالي اللي نفلتك يا مربي ليه تغفل زي حبيت تحت من أمرك صباح الخير انا حليت نعرفكم بروحي بحكم نحن جيران الساس بالساس ويا الناس ما كان باس انا فاهم رجل اعمال انا روحة هذه صاحبتي داليا نتشرف خيت كان صحابك حاجه انا موجود حاجه برك اتريسيت هالجيل هو مخطر هذاك اختصاص بابوش يفهم فيه يعيشك سي الفاهم يعيشك اسمع كان تحبوا تصوروا مع السيكو سيكو نعمل لكم سوق نعم؟ مع شكون تصوروا؟ السيكو سيكو ما تعرفوه تغدى الحين خارجة البيم متاعي تعرف عليه الشخصية يا بيم ملينا صغيرة شي أنا عم دور على بيم خاتي كان ما تصوري مرحبا بيك لما كنت كان ترك بتعملي دور صعيب عالجيل هو صغير يا خسارة هاي بسليمة سي الفهم بسلامة بسلامة وصارة يا جارة نهار مغلل نركب نعمل عليه دورة حتى كان تركب عليه بالحرام لما تبر ها منظر ايه كيفاش اش عمل زيدة ايه وشكوني هذي بيه بيه تنحكي معاه اسمع منظر كي تبدا فما حاجه كلمني في كل وقت ميسالش يا عايشك هاي في لما ها حيوت هيش قلت عاد الله يش باش نقول لك ما تحرجنيش الموضوع هذايا انا مانيش تخمم فيه توا بدل علينا هالسحن وعلاش ما تخممش فيه وخيتي انا كان جيت في بلاستيك ورحمه العزيز الغاليه لما نقدح في وقتها مش عاد اذا كان الفاضل خويا ما يعجبكش عاد هذيك تولي مساله اخرى لا مش هذا الموضوع فاضل ولا غيره انا باب العرس هذايا مسكر جمله يا اخي بجاه ربي قول لي يا اخي متوكي ولا بعقلك توا انت توا فما وحده هي في وقتنا هذايا تلقى راجل بماله وبدار وبعماله فوق هذا ودون يحبها وتقول لا ما نكتبش عليك اخي الحسونه مازال يدور بيناتنا صعيب على الاخر انا باش ندخل راجل اخر للدار يا بنتي فهمتك احسونا الله يرحمه وكانك على خيالي لالا نخليه هوني وانت تهز وليدك وتنقل معاه لصفاقس انت والفاضل صفاقس هاي صفاقس قلت لك يا حياه ما قلت لك شي تلابي بينا يا يا اخي وينك هاي هذا هو عشير المونجي جي كان يخدمه هاي والله مسيك نتعب على الاخر في الخدمه المونجي نعم عسليمة يسلمك هيا كبر عبيد ولا صاي كنت تخدم لا ما كنتش نخدم كنت في الكوجينة ها حيوتة عشان نقول الفاضل توعان ما نجمش نجاوبك الحق يا بنتي يصدم ما تخافش يهديك ربي انا مانيش خايفة أمان ها قعد انت في الأمة والأن وفي التخمي حتى لين هكا تكبر تلقى روحك وحدك رهينه في تركينا يا بنتي يهديك ربي رجال كعبتين وكعبه راهم وعشر سنين القديمه اذا ما يوليوش رجال بالغوره والعرس بالبون يقول قالتها سلوى حتى اللي عندها رويجل تخرج تعمل هكا بيه دوره في وسط الدار وترجع تقرط له سيقه في سيق الفرش بلي منين نعرف عليه اش كنت تعمل انا اسال بابوش قال لي مزيتك خشيت القهوه خشيت لي القهوه ودي كنت تعمل في القهوه لتو انا كنت قاعد صباح رجاء بحبه فهيم يا بحبه فهيم هي سمعت ايش قالت هي وسلوى رحمه بويا العزيز الغالي ما سمعت حتى شيء انا جيت بحفيهم وهم سكتوا يا ايش نعمل تو نروح وما نروحوش
اختك هاي طفيت الضوء ضربه واحده. نقول لك حاجه اختي ما انا مانيش معك راه في حكايه المرباح الصفيقس. ان شاء الله خير. ايش تبع عندي ايه بي. شكون هي اللي طلبتك يا منجي؟ واحد يا اختي ما. يا واحد لان قلت لك اثنين شكون هو؟ في واحد مساكن يحب نسلفه 100 دينار. وعلي 100 يا طيب مساكن حال تحليل يا باك اليوم قديم اصله من صفاقس. يا امي نقاش عندك 100 دينار تعرف مرجني رو كنت شوف انت قديش مرجني يا منجي ندبر عليك ولدي كان طول ربي في عمرك وخدمت ان شاء الله سلفه ما فيها بس جماعة اللي قاعدين نحكيوا عليها على المعلومات الأولية اللي هيا تراح ولدي البي ذوق بركوك شماك وانا بيها راك عندك مدة وردة ما كليتش منه والله ما خيك نثبت عليه ثبت صغر صحيح ميسا وخيتك كانت مدلتني إن شاء الله ربي يشفيها لما كانت ملي روحك عقرني الشر وليش خيك صغير مدني فيك هكا هات فلا جبهن صغير في سن الإرهاق ترى جاي تحت للي موجود في الجامعات الجزائر والقاعده في بلاد المغرب في الثلاث قالت لي يا ام يرحم الحام ياسر راه مخطر على السجاد نتاع بوليد يدني ليه الفد لا 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 ماشي الفد اللطف عليك غلف الدم وانت هاتفلها جبل يسين كبير في السن والبنت تمشي عاك برات معناته البنت تمشي عليك وخايك صغير وراك توهوة لا لا حتى يا اخوي حتى شيء هاي لا عطيك الصحة با 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 لا بركوك اش عندي يما بالحرام كدور تونس كاملة لا السران لا السران مناصر البسعيد البذيبة لا تلقى بركوك اش كيف كل واحد ربي يعطيه على قد قلبه آه. واشي وراك توهوة حتى انت هاي فيه حارة عوليدي وشي حارة بابو شرا كل الفهم كوش هاي هاي ربي حل القلوب على بعضها صحيت كافلها شبهل واكل واكل وخايك صغير هاو كل شيء على نظرك يا حجلة مقصرة معاها قضية الدار كلها على كتافي هي نهار كامل جلسة ملي هي كان بولدها الكوجينة تدخلها مرة في الجمعة حليتش فمي ولا شكيت لا يا تاتا انت راكي عاملة فيها الخير واكثر والله منجي وليدي نهار كامل هو برا يا منجي يجا يا منجي اقضي يا منجي رد يا منجي مد يا منجي ما يحلش الفايمو حرام فيك تعطيه زويز ولا 3 ملايين يحل بهم الشارع يضمن بهم استقبلوا هي تاتا ما قلناش حرام فيها زوج ولا 3 ملايين اما فرانشمو يا تاتا انا حبيت نحكي معاك على حاجه بصح ما تتغشيش عليا لازم تفهميني بون على كل حال سي فري انا راني ضيفه في هذا الدار اما فرانشمو نحس روحي بنت لا فامي والله نغمة. بنتي ما عادش تعودها انت مولات الدار راك يعيشك يا تاتا فرانشمو حياه عندها الحق يا تاتا المنجي ما عطاتش فيها الثقه ما عندوش اكسبيريونس اي سي نورمال حياه باش تخاف على درهمها نورمال يا حجله منجي ما عادش هكا اللي تعرفوه يا ولادي راهو ولا يفهم راهو حاطط في قلبه خالو حماد يكلمه وفهمه وين حكيت معاه قداش من مره وقال لي يا ما عندك كان رجال شبيك راهو ما حدش عنده ريق فوريغ منجي راجل وسيد رجال زيلا لازم شبيك المنجي واش صار هيا قوم قوم تعرف عليلا يا خوتي جمعه بعفتنا بركوك اش يقتل مش يقتل يقتل يدي العقل تي فيسا فيسا هيا هيا اخرج اخرج قاتلك تبدل نورمال ننصحك يا تاتا باش تعاودي تفهميه هاي قومي باش نتعشى للي عايش بنتي صح عليكم يعيشك يا تاتا في خاطري ما تجيش احنا نقعدوا نتعشى وانت تخزري فينا للي عايش بنتي يا حجلة ما تلحليش انا قلت عامله اضرب جوع مانيش مبصر خلط وجلوط ابي هولي فيه منين يقتل يا بقى تاتا حيات شنو هذا كيفاش تسميوه بركوكش يا مايا بركوكش اه
مايا هيك ماكلة محلية الصنع ميك إن خلتي جمعة جيبة حلتون ما ظهر من ريحته بنين برشا عايشيها طيبة مرسي بسم الله شبيك منجي يا حبيبي لا لا حتى شيء حتى شيء ذوق ذوق يا حجينا يقتل يقتل احنا ما زلت ما كملتش يقتل بالحرورة نقبال بونجي وش بيك فاش بغيت حار مبنين بزاف صح كله كله يا مالي ريحة البركوك شقت لي مخي هكا عالزهر من قد تبعت البركوك كان كي انا عاملة اضرب جوع الله يفضل منه شوية بنين برشا يعطيها الصحة خاطي جمعة ما خسارة ما بعرف كاين شوية تعرفي يا حياة احنا هذا نسميوه بركوكس أنا كيف كيف يا حياة شحال بنين أما خسارة وفاق تاتا حياة الله ما حق علينا احنا يانا رانا ناكلو تاتا فاطمة في البيت جيعانة سي با نورمال والله بالحق مسيتنا من مصبح ما كلت حتى شيء الا غالب انا راح ديها حلتها باش جيتها وكل يا اخي هي شده صحيح في الاداره بتاع الجوع نورمال بي عطا نمشي نزيد اللحلح بها شويه فمش ما يهديها ربي وهكيك نعمل لها حتى صحيفه شربه حقه صحني ما يمسوا حد تفهمينا اوكي تمام تمام يا حبيبتي روحي روحي أمي اضرب جوعة علقته صح صح يعطيك الصح هاي بسم الله نسيت العزيزة سيبتي العزيزة من يوم ما دقت على بابي قبلت وضح منها سوابي قولوا لي يا شلامي يا صحابي سيبتي العزيزة سيبتي لا من يا الله والله يا شرمان سيبتي